اسكندريه هتشهد بكره قمه مصريه يونانيه قبرصيه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني ضمن فعاليات اسبوع احياء الجذور. القمه هتبحث سبل دعم وتعميق العلاقات المتميزه ما بين الدول الثلاثه، وبرضه هتتناول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والامني ما بين القاهره واثينا ونيقوسيا. كمان هتشهد التشاور حوالين سبل تعزيز اليات التعاون والاوضاع في منطقه شرق المتوسط وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الأزمات المتفاقمة اللي بيشهدها الإقليم.